البنات والولاد كي دايرين؟ لاباس؟ مزيانين. نتمنى تكونوا في صحه جيده خارج المغرب وداخل المغرب. البنات والولاد نتمنى ديروا قبل ما نبداو هذا الفيديو ديروا لايك للفيديو وبارطاجيوه للحمام والعائله. درك البنات غادي نمشيو رحله جميع ويلاه معانا. البنات حنا عرفتي خرجنا من جوهره ورحنا البنات ما نقولكمش حنا غادي للهوندا غادي نتصراو ان شاء الله في الهوندا. يلا معايا نشوفو فين غادي نمشي. البنات هنايا وصلنا للمطار، المطار ديال وجدة، وجدة أركاد. هذا هو المطار ديال وجدة. اللي بغى يجي لهنايا للمطار لا راه كيجي ليها. البنات كينزل الناس، راه قريب لوجدة ما بعدش بزاف. ودابا غادي نزيدو عاوتاني إلا لقينا شي حاجة أخرى غادي نوريها لكم. وهانتوما معانا. البنات هيا فوق دابا نقولكم شنو هايلا، سبحان الله غادي تعود يا صافي مشات. واحد هرا هرا غادي البنات. راه هنايا اقليم صغير فيه حوايج البنات في المستوى. الا بغيتي تجيو تزوروه ولا راه كنزيدو لوجده كنصابر. وهانتوما معانا عاوتاني الا لقينا شي حاجه اخرى غادي نوريها لكم. هاد المره غادي تكتشفوا معايا بزاف ديال الحويجات في المستوى. ونتمنى تكملوا الفيديو البنات باش نوريكم بزاف ديال البلايص. هانتوما هنا البنات الدرب واز هنا نشوفوا على المنظر ديال الهنديه شكون كثير زعما يا البنات. هنايا هو
كندير لهم باي باي ونتفرش ليا غادي نكمل الطريق ديالنا ونشوفوا هاد المناظر الخلابه شوفوا على المناظر اللي شحال زاله شوفوا هنا البنات الشباب كبارين وانتم معنا غادي نوريكم شي حاجات في المستوى ونديروا البنات هنايا ديال الجزائر خوتنا الجزائر باي باي لايك 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 احنا في السعيديه دابا دخلنا هنا للمدينه وكاين البنات هنايا بزاف ديال الكرا اللي بغى البنات ولا الاولاد يجي هنايا للسعيديه وبغى الكرا راه كيقلبوا الناس هنايا كيديروا ديك السوارد كنسولوهم هذا وكاين الكريا على حسب كل واحد شنو بغى وهذا الشيء اللي كاين البنات والسعيديه تبارك الله مدينه سياحيه وفيها شي حويجات مستوى ونتمنى اي واحد اللي شاف هذا الفيديو يجي يزورها وهذا الشيء اللي كاين ويلاه معايا ان شاء الله نوريكم شي حويجات نرتاحوا بلاصه الكيران في السعيديه غادي نمشيو نديرو شي برادات هاي وهذا الشيء اللي كاين يفطروا الوليدات وعاد نمشيو ان شاء الله للبحر وهانتوما معانا يلاه كاع نفطروا جميع وصلنا هنايا للبحر هانتوما تشوفوا دابا غادي ندخلوا نعومو وهانتوما معانا غادي نمشيو نشدو شي بلايصه ونجلسوا نرتاحوا وان شاء الله ها هو البحر قدامنا ونتمنى البنات تجيو تزوروا هذا البحر راه واعر وغزال وهذا الشيء اللي كاين وهانتوما معانا وين بنات دروك راني الشط وين كانت رحله البنات هذا النهار ما نقول لكمش غزاله ونتمنى البنات هذه الرحله تنال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم بزاف اللي على التتبع ديالكم اللي دخل القناه ديالي جديد والقديم وباي باي عليكم الى فيديو اخر وباي باي البنات ولايك الفيديو شكرا لكم.